بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت شركة هونر طرح هاتف جديد من فئة X في السوق السعودي، هذه المرة مع هاتف هونر X9 واللي يعتبر منافس قوي في فئة هواتف 5G اللي سعرها أقل من 1500 ريال. خلونا نتعرف على أهم مواصفات ومميزات هذا الهاتف في هذا الفيديو. الهاتف تصميمه مألوف جدا، وأكثر شيء بيلفت نظرك هو لونه الفضي، بالإضافة لوجود دائرة الكاميرا السوداء من الخلف مع حواف نحيفة للشاشة من الأمام. راح يتوفر الهاتف بلونين، هي اللون الفضي واللون الأسود، اختر منها اللي يناسب ذوقك. شاشة الهاتف بحجم 6.81 إنش تسيطر على 94% من واجهة الجهاز بفضل الإطارات النحيفة من الأطراف. دقة الشاشة Full HD Plus وتدعم تردد 120 هرتز. تعتبر الشاشة مناسبة للاستخدامات اليومية مثل التصفح والمشاهدة والقراءة، وإذا كنت من محبين الألعاب تعطيك الشاشة حساسية لمس تصل إلى 240 هرتز مع بعض الألعاب. من ناحية الأداء، يعمل هونر X9 بمعالج 6 نانومتر يؤدي أغلب المهام اليومية بكفاءة مع توفير استهلاك الطاقة، ويجي الجهاز مع 8 جيجا بايت رام و128 أو 256 ذاكرة تخزين، يدعم البصمة الجانبية وأيضا يدعم تقنية NFC للدفع. من ناحية الأداء أيضا يدعم الهاتف ميزة رام تيربو واللي تمكنك من زيادة الرام 2 جيجا بايت، يصبح حجم الرام الإجمالي 10 جيجا بايت. هذا راح يساهم في تحسين الأداء وفتح المزيد من التطبيقات في الخلفية والتنقل بينها بسلاسة. يحمل الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية منها بدقة 48 ميجا بكسل مع كاميرتين أخرى للعزل وصور الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل. الكاميرا كمواصفات مش الأفضل، ولكن تقدر تطلع منها بصور جيدة خصوصا من الكاميرا الأساسية. راح أستعرض لكم الآن بعض نتائج التصوير من كاميرا الجهاز. يعمل هونر X9 بنظام اندرويد 11 مع واجهة هونر ماجيك 4.2، يدعم أيضا الجهاز خدمات وتطبيقات جوجل بشكل رسمي. أيضا الواجهة تقدم مزايا مثل الوضع الليلي ووضع القراءة وميزة تكرار التطبيقات وغيرها من المزايا. كل هذه المواصفات تعمل على بطارية كبيرة بسعة 4800 ملي أمبير، ويجي مع الجهاز داخل الصندوق شاحن سريع بقوة 66 واط يشحن 81% من البطارية خلال 30 دقيقة فقط. أخيراً الجهاز راح يتوفر للطلب المسبق من تاريخ 19 مايو، مع هدايا للطلب المسبق قيمتها أكثر من 1000 ريال تشمل ساعة وسماعة، والسعر يبدأ من 1199 ريال. إن شاء الله عجبكم هذا المحتوى لهاتف هونر X9. شكراً لكم دائماً على المتابعة وبالتوفيق للجميع.